يقول السائل: هل إذا اغتبت رجلا وأريد أن أخبره، ولكن إذا أخبرته فيسبب ذلك الإخبار مشكلة، فماذا أعمل إذا كان ذلك وقد تبت إلى الله؟ إذا كان إخبارك إياه يسبب مفسدة أكثر فلا تخبره، ولكن عليك بالدعاء له والثناء عليه في المجالس التي كنت تتنقصه فيها، تثني عليه وتذكره بالخير، ويكفي هذا إذا كان إخباره يسبب مفسدة أكبر. نعم.